السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. بإذن الله النهاردة هيكون موجود معانا منحة ممتازة جدا، بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها أحب أوضح إن إحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة، ودي القناة بتاعتنا هتلاقوا عليها كل شيء. منح موجودة في اليابان، في كوريا الجنوبية، تايوان، فرنسا، أمريكا، ودول كتيرة جدا مختلفة. بالإضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص التطوع والسفر للخارج، وكنا عرضنا بعض المواقع اللي من خلالها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة. بالإضافة كمان كنا وفرنا فرصة تطوع في فيتنام شاملة معظم التكاليف، وكانت عملية التقديم والقبول فيه حصريا عن طريق قناتنا، وتم إعلان الفائزين في هذه الفرصة. وإن شاء الله بإذن الله يكون موجود معانا فرص جاية كتير التقديم والقبول فيه حصريا عن طريق قناتنا. بالإضافة كمان كنا وفرنا خدمة المساعدة في التقديم لأي فرصة ومنحة أنت عايزها، تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي أو تقدم بنفسك باتفاق شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. وعشان توصلك اي حاجه جديده من القناه بتاعتنا ياريت تعمل سبسكرايب وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهوله. واحب انوي كمان ان جميع رابط جروباتنا على الواتساب وجروبنا على الفيسبوك ورابط التقديم الخاصه بالمنحه اللي نتكلم عليها النهارده هتلاقوها موجوده في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب خلينا نبدا على بركه الله ونتكلم عن منحه النهارده. هي فرصه تطوع مموله بالكامل في النمسا، تمام؟ وطبعا كنا شرحنا سابقا في فيديوهات كتيره جدا يعني ايه فرصه تطوع. الدولة اللي هيكون فيها التطوع هي النمسا، تمام؟ دولة من الدول القوية جدا جدا في قارة أوروبا. الجهة المانحة اللي مقدمة الفرصة دي هي مارك أورجانيزيشن، تمام؟ هي مؤسسة اسمها مؤسسة مارك، وهنعرف بعد كده المؤسسة دي هدفها ايه. هنا عندنا ملاحظة ان هذه الفرصة متاحة لجميع المراحل الدراسية من طلاب وخريجين من اي تخصص. يعني لو انت متخرج من اي تخصص، انت طالب دلوقتي او خريج من اي مرحلة، تقدر تقدم في هذه الفرصة، مفيش اي مشكلة خالص، مش مرتبطة لا بالمعدل الدراسي ولا بالمؤهل. كمان هذه الفرصة لا تحتاج شهادة لغة انجليزية عند التقديم، مش مطلوب منك اي شهادة لغة انجليزية تثبت مستواك وما الى ذلك. طيب بالنسبة لشرح الفرصة، انت حضرتك بالانضمام مع منظمة مارك اورجانيزيشن دي او فرصة التطوع دي، انت هتعمل ايه او ايه هي اهداف المؤسسة دي؟ بيقول لك ان المنظمة دي بتوفر مساحة مفتوحة للافكار والمفاهيم وتشجع الناس من جميع الخلفيات والثقافات على المشاركة في مشاريع. يبقى هي بتعمل مجموعة مشاريع وافكار مختلفة جدا، بتساعد ناس كتير على تعزيز افكارها وتنمية افكارها، زي بيعملوا زي حفلات موسيقية، استضافة الكتاب والشعراء الشباب، طبعا بتعرض قضايا بيئية ومجتمعية كتيرة جدا. كمان في كل شهر بيعملوا زي كده خزانة ملابس، بيجمعوا فيها ملابس مختلفة وبيوزعوها على الأشخاص المحتاجين. كمان بيكون كل أسبوع هناك عشاء عام بيتم تهيئة الطعام النباتي، وده بيكون مفتوح للجميع. بالإضافة كمان بيعرضوا ورشة عمل للدراجات لتشجيع الأشخاص على كيفية إصلاح الدراجات وما إلى ذلك. يعني المؤسسة دي شاملة لحاجات كتيرة جدا، فأنت بانضمامك للمؤسسة دي أنت كده بتنمي أفكارك وبتحصل على يعني معلومات وخلفيات كتيرة جدا عن قضايا ويعني أشياء كتيرة جدا، تمام؟ فده بالنسبة لشرح الفرصة وأهمية الانضمام إلى هذه المنظمة. طيب بالنسبة للتمويل في الفرصة دي، التمويل في الفرصة دي صراحة تمويل ممتاز جدا. هيتوفر لك سكن ممتاز جدا مع متطوعين آخرين، وهيكون في غرفة خاصة ليك مع مطبخ وبيت مشترك مع متطوعين آخرين. يبقى هيكون في بيت مثلا لكل 3 أو 4 متطوعين، ولكن كل شخص هيبقى ليه غرفة منفصلة لوحده بالاشتراك طبعا مع يعني المطبخ وما إلى ذلك. الاحتياجات الأخرى هتكون مشتركة، ولكن كل شخص ليه غرفة خاصة ليه لوحده، وهتكون طبعا السكن ده مزود بالإنترنت وما إلى ذلك وغيره من يعني الإمكانيات. كمان هيكون في راتب شهري لتغطية مصاريف المعيشة هناك. طبعا هو ما حددوش الراتب كام، ولكن هم يعطوك الراتب المناسب اللي انت تقدر تغطي بيه تكاليف معيشتك هناك لو احتجت اي شيء. كمان هيوفروا وجبات الطعام اثناء العمل التطوعي. هيكون في بطاقة مواصلات للتنقلات الداخلية في النمسا، الزهام ما بين المدن مثلا، او لو عشت مثلا تنتقل من مكان الى مكان اخر، فهيكون في بطاقة مواصلات تقدر تنتقل ليها مجانا. البطاقة دي هيوفرها لك مجانا، وتقدر انك تنتقل ما بين المناطق بسهولة وبالمجان. كمان هيكون في تدريب قبل بدء البرنامج، وقالوا كمان هيكون في تدريب في منتصف البرنامج. يعني انت دلوقتي مش عارف ازاي المؤسسة دي بتشتغل او انت طبيعة عملك هتكون ازاي، بيكون في تدريب قبل ما بتبدأ ازاي هتشتغل معاهم وايه دورك بالظبط في المنظمة دي.
كمان هيكون في فرصة لتعلم اللغة الألمانية، لأن أنتوا زي ما عارفين إن النمسا بتتكلم اللغة الألمانية، اللغة الأولى هي اللغة الألمانية في النمسا، فبالتالي أنت كده بتضمن لنفسك برضو إنك هتتعلم اللغة الألمانية معاهم هناك، وهيوفروا لك كورس تعلم اللغة الألمانية. ولكن يتحمل المتطوع تكلفة تذاكر السفر إلى النمسا، يعني بالنسبة لتذاكر الطيران عشان ما حدش يسألني عليها، أنت اللي بتتحملها، ولكن المؤسسة بتقدم لك مساعدات هتساعد المنظمة بشكل كبير في الحصول على الفيزا، ولأنه يطلب حساب بنكي، يعني هي هتبعت لك اللي هو الليتر اوف اكسبتنس او الانفيتيشن، دعوة هتبعتها لك، الدعوة دي بيكون فيها شامل كل الأشياء اللي هتكون متوفرة ليك، فبالتالي أنت مش محتاج أي حساب بنكي، والخطاب ده هيوفر لك الحصول على تأشيرة دخول النمسا أو الفيزا للدخول للنمسا بكل سهولة، تمام كده؟ طيب دي بالنسبة للمميزات. هنا عندنا شروط المنحة، ركز بقى معايا في الشروط دي. لازم الشخص المتقدم يكون معه جنسية أحد الدول التالية، لازم يكون من دولة من الدول دي. ممكن أنت تكون معاك جنسية أحد الدول التالية ولكن مقيم في خارج دولتك الأصلية، مش مشكلة، ولكن أهم شيء تكون جنسيتك من أحد هذه الدول، وهي مصر والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وسوريا وتونس وليبيا والجزائر وموريتانيا. دي الدول المؤهلة للتقديم في هذه المنحة. لو انت مقيم خارج هذه الدول ومعاك جنسية احد هذه الدول تقدر تقدم، مفيش مشكلة، تمام؟ اهم شيء يكون معاك جنسية احد هذه الدول. كمان يجب الا يتجاوز عمر الشخص 30 سنة، سنك ما يعديش ال 30 سنة لو انت عايز تنضم ليه البرنامج ده، اكتر من 30 سنة مش هتقدر تنضم ليه، تمام كده؟ بالنسبة للاوراق المطلوبة في هذه المنحة، عندنا سي في، مطلوب منك السيرة الذاتية بتاعتك، والافضل يعني يتم عمله على الطريقة الاوروبية بشكل احترافي، تمام؟ يعني تعمل سي في كويس على الطريقه الاوروبيه، لانك انت بتقدم لدوله اوروبيه، فالافضل تعمله على الطريقه الاوروبيه. كمان يتعمل خطاب نيه بشكل ممتاز واحترافي، توضح فيه كل شيء عن اهميه الانضمام للمؤسسه دي وما الى ذلك. طيب كده شرحنا الاوراق المطلوبه. اخر ميعاد للتقديم في الفرصه دي هو 30 سبتمبر 2020، يعني لسه شهر وشويه قبل ما ينتهي التقديم في هذه الفرصه، فتقدر انك تجهز نفسك وتشوف الحاجات اللي ناقصاك وتعملها. بالنسبه لمده التطوع، مده التطوع بتختلف، هتكون ما بين 6 اشهر على الاقل حتى سنه، يعني المتوسط بتاع الاقامه هناك المفروض انك تقيم هناك 6 اشهر، ممكن تمديد فيما بعد مش مشكله، ولكن المينيمم او الحد الادنى للاقامه هو 6 شهور. والبرنامج هيبدا من 1 يناير 2021 حتى 21 يوليو 2021، تمام؟ ده موعد بدايه البرنامج وموعد النهايه. طيب وهنا عندنا ملاحظة، تمام، اللي احنا كقناة منح من كل الألوان بنتيح خدمات كتيرة جدا، زي خدمة التقديم بشكل احترافي لأي فرصة أو منحة أنت عايزها، لو أنتوا عايزين تقدموا من خلالنا على هذه الفرصة تقدروا. خدمة تانية، خدمة تجهيز الأوراق عشان تستخدمها لأي فرصة أو منحة أنت عايز تقدم ليها، والخدمة التالتة التقديم لأفضل وأرخص الجامعات على حسابك الشخصي، تمام. وطبعا لو عايزين تشتركوا معانا في اي خدمه من الخدمات دي هتلاقوا رابط استماره التواصل لكل خدمه من الخدمات موجوده في صندوق الوصف اسفل الفيديو، تمام كده. طيب خلينا دلوقتي نروح للاعلان الرسمي لهذه المنحه. طيب لما تيجي تضغط على اللينك ده هيفتح معاك الاعلان الرسمي بهذا الشكل، تمام. ده الاعلان الرسمي، هتلاقوا في كل تفاصيل اللي هو بيقول لك اورجانيزيشن مارك اللي هي منظمه مارك تتطوع معاها، هنا موضح لك الدول المسموح ليها التقديم، تمام. طبعا دول اجنبيه ودول عربيه هتلاقيها هنا، فانا حددت لكم في المقاله الدول العربيه فقط. بالنسبه للحاجات اللي بتوفرها المؤسسه وما الى ذلك، وهنا عندنا بيشرح لك طريقه التقديم في الفرصه دي. طريقة التقديم في الفرصة دي أنا نسيت أحطها في المقال هنا، ولكن أنا هحطها لكم، تمام. أنا هبقى أحطها لكم في المقال، ولكن أنا نسيت أحطها وأنا بشرح. طريقة التقديم هو إن حضرتك هتاخد السي في بتاعك زي ما كنا وضحنا، اللي هو السي في ده لما قلنا لازم يكون معاك السي في بتاعك، هتاخد السي في ده وخطاب النية، الأوراق الورقتين دول المطلوبين، وتبعتهم على ايميل المؤسسة. فهنا بيقول لك المشاركين اللي عايزين ينضموا لهذا البرنامج مطلوب منهم السي في والموتيفيشن لتر اللي هو خطاب النية، يبعتوه للايميل ده اللي هو office@marksalzburg.a، تمام. فده بالنسبة للايميل اللي هيتم ارسال عليه الاوراق، تبعت السي في بتاعك والموتيفيشن لتر لهذا الايميل، وانا هضيف لكم الحتة دي برضو في المقالة، تمام كده.
فده بالنسبة لكيفية التقديم وبالنسبة لشرح المنحة. وهنا برضو عندنا آخر ميعاد للتقديم زي ما كنا وضحنا 30/9، فما تنسوش آخر ميعاد للتقديم وحاولوا تنظموا كل حاجة ناقصاكم قبل موعد الانتهاء. فرصة ممتازة جدا، ما تنساش ان هي توفر لك الفيزا مساعدة فيها وكورس اللغة الألمانية والتدريب والسكن والراتب الشهري ووجبات الطعام وأشياء كتيرة جدا، ومسموح فيها التقديم لأي مرحلة دراسية من غير وجود أي مشكلة. فلو حابين تقدموا لها يا ريت، وإن شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق والقبول ليكم في هذه المنحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.